السلام عليكم. كنا اتكلمنا قبل كده عن المارين ناتشورال برودكتس، وقلنا انها بتنقسم لاربع اقسام. اول قسم قلنا ان هو المارين توكسنز، والقسم الثاني اللي هو المارين فارماسوتيكالز، والقسم الثالث اللي هو المارين كيميكال ايكولوجي، والقسم الرابع المارين بايوتكنولوجي. قلنا ان كل الاقسام الاربعه دول بتنصب في مصلحتي ان انا بطلع في الاخر مارين دراجز من الأربع أقسام دول. النهاردة إحنا هنتكلم بالتفصيل عن القسم الأول اللي هو المارين توكسنز. بس قبل ما نتكلم عن المارين توكسنز، هو التوكسنز المارين دي بتأثر مينلي على إيه؟ هي بتأثر على النيرفس سيستم، عشان نكون عارفين يعني. بتأثر على النيرفس سيستم، يبقى معنى كده إن هي بتعمل بويزنينج أو توكسيستي معينة، أو ممكن نسميها نيورو توكسنز. النيوروتوكسينز اللي موجوده عندنا دي المارين اورجانيزم بيفرزها عشان يدافع بيها عن نفسه، يدافع بيها عن نفسه، بس بيفرزها في داخل جسم الضحيه باوفر دوز. يبقى معنى كده ممكن هيحصل بويزنج او توكسيستي. انا لو خدت التوكسين اللي موجود عندي دوت، يا اما الحاجه الاولانيه عملت ادجاستمنت للدوز بتاعته، انا ممكن استخدمه كدراج، يا اما ممكن اعمله كفارماكوفور او ليد دراج وهنتكلم عليها، وبالتالي ممكن اقلل التوكسيستي ويبقى دراج بعد كده. قبل ما نبدا هنتكلم، طبعا هنشوف النيرفس سيستم اللي موجود عندنا مين اللي البرين بيتكون من ايه، وبيحصل عمليه بين ترانسميشن ازاي. هنا ده البرين المفروض ان هو بيتكون من بليونز من النيورونز، عشان نكون عارفين. النيورون اللي موجود عندنا، لو انا قمت واخد اي نيورون من النيورونز ديت وبصيت على السيل ميمبرين بتاعه، هبص الاقي موجود عندنا في حاجه اسمها فوسفوبايليبيد لاير. الحاجه الثانيه اللي موجود عندنا، هبص الاقي موجود عندنا في حاجه اسمها صوديوم تشانلز، في حاجه اسمها بوتاسيوم تشانلز. المفروض عشان نبقى عارفين، عشان يحصل بين ترانسميشن او ما يحصلش بين ترانسميشن، المفروض في سيرتن تشارج موجوده عندي على السيل ميمبرين بره بوزيتيف، في داخل السيل بيبقى في نيجاتيف تشارج. المفروض ان انا بيحصل عمليه بالانسنج بتوين المينرالز وبعضها، بحيث ان البوزيتيف تشارج دي تبقى ثابته، النيجاتيف تشارج دي تبقى ثابته، وبالتالي ما احسش باي كهرباء بالعربي كده، وبالتالي مش هحس باي ميمبرين بوتنشال ديفرنس في فرق، وبالتالي مش هحس باي بين. يبقى معنى كده ان العمليه نيوترال، البوزيتيف تشارج اللي موجود عندنا هنا والنيجاتيف تشارج اللي موجوده عندي جوه. من الكاركترز بتاعت الصوديوم تشانلز والبوتاسيوم تشانلز انها طول النهار شغاله، صوديوم يدخل صوديوم بوتاسيوم يطلع، بحيث ان يحصل عمليه بالانسنج للبوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج، بحيث ان انا ما احسش ان في فرق في الالكتريستي، وبالتالي ما احسش ببين. ده اللي هي النورمال كيس. هنا ببص الاقي زي ما احنا شايفين كده الصوديوم حصل لها اكتيفيشن، هتبدا تدخل صوديوم. هبص الاقي موجود عندنا مثلا اكزامبل يبدا يطلع بوتاسيوم. لما الصوديوم يدخل جوه هبص الاقي البوزيتيف تشارج زادت هنا بالطريقه دي كده، صوديوم عمال يدخل وبوتاسيوم عمال يطلع، بوزيتيف تشارج زادت. يبقى معنى كده ان هنا دلوقتي في الالكتريستي فرقت، الالكتريستي فرقت، يبقى مؤكد ان في كونتراكتابيلتي هيحصل جوه الخلايا بتاعتي بالعربي كده، هو هيحصل عمليه ترانسميشن لعمليه في الكتريستي موجوده عندي فرقت. ده بالنسبه اهو الصوديوم عمال يدخل بوتاسيوم يطلع، دي بنسموها صوديوم انفلكس او انكريزمنت للصوديوم اللي موجود عندنا هنا، يبقى بيدخل بكميه كبيره. طيب الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا ده، في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب كمان، المفروض انها بتشتغل بالاي تي بيز. صوديوم هنا اي تي بيز او الادينوسين ترايفوسفاتيز موجود عندنا هنا، بيجي ان كونتاكت مع الصوديوم بوتاسيوم بامب بيطلع لي صوديوم ويدخل لي بوتاسيوم. هنا هنتكلم عليها بعد شويه. هنا ده اللي هو النيرفس سيستم بصفه عامه. طب لما الصوديوم بوتاسيوم بامب صوديوم يدخل بكميه كبيره والبوتاسيوم يطلع، يبقى مؤكد في الحاله دي ان برضه في كونتراكتابيلتي او في كميه الالكتريستي فرقت، وبيبدا يحصل عمليه ترانسميشن من نيورون لنيورون لنيورون، يبدا يوصل للبرين ان في الم موجود عندنا. دي بالنسبه للايه؟ يعني النيرفس سيستم اللي موجود عندنا او السنترال نيرفس سيستم اللي موجود عندي. دي اول حاجه بنتكلم عليها. يبقى معنى كده ان المارين توكسنز بصفه عامه بتاثر لي على النيورونز اللي موجوده عندنا، او بتاثر لي مينلي على البريفرال
النيرفس سيستم والسنترال نيرفس سيستم كمان هنشوف دلوقتي. اول حاجه بنيجي نتكلم عليها النهارده اللي هو الباليتوكسن. الباليتوكسن دوت عشان نكون عارفين ده يعني امريكان ويابانيين فصلوه في نفس الوقت سنه 1981، فصلوه دول فصلوه من جزر هاواي واليابانيين فصلوه من جزر عندهم في اليابان، لان الاثنين بيقعوا على الباسيفيك اوشن طبعا زي ما احنا عارفين. طيب الباليتوكسن دوت اسمه جاي منين اصلا؟ احنا برضو ما بنحفظش حاجه. الاستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين هو عباره عن بولي ايثر كومباوند زي ما احنا شايفين، والكولز موجود عندنا، ده بالاضافه لفي نيتروجنز موجود عندنا برضو. الكومباوند اللي موجود عندي دوت احنا قلنا من مده شويه هو جاي منين الباليتوكسن. الباليتوكسن جاي من نوع من انواع الجيلي فيشز اللي هما بيسموها سولنتريتس او بيسموها كولنتريتس. سولنتريتس دي النطق بالامريكي، كولنتريتس النطق بالانجليزي البريطاني، اللي هما احنا سميناها قبل كده جوف معويات لو احنا فاكرين. ده في جزر هاواي كان في اسطوره كده او خزعبلات بتقول ان في ملك اسمه بالي وملكه اسمها سوا اتجوزوا وصعدوا للسماء وبعد كده اتحولوا لنجوم، والنجوم ديت نزلت على الارض بس نزلت مقلوبه. فعشان كده سموا النجوم او سموا الكولنتريت ديت او السولنتريت سموها باليثوا اللي هو الملك والملكه مع بعض. بس لما قالوا ان هي ايه نزلوا من السماء على الارض نزلوا مقلوبين النجوم، فبالتالي هبص الاقي موجود عندنا المفروض راس او الهيد بتاع الجيلي فيش دوت موجوده تحت والاقدام بتاعته موجوده ناحيه فوق. دي بالنسبه للباليثوا. توكسيكاس لانه يعتبر من الحاجات اللي لو حد اكلها او حد بقى ان كونتاكت معاها بيحصل له انتوكسيكيشن، وهنشوف دلوقتي السيمتوم ده ممكن يحصل له كارديك اريست في الاخر ممكن يموت كمان يعني. طيب اللي هو الباليتوكسن المفروض ان هو بيشتغل ازاي؟ الباليتوكسن المفروض عشان نكون عارفين ان هو بيشتغل على حاجتين. الحاجه الاولانيه احنا قلنا من مده شويه ان انا موجود عندنا، هنشوف دلوقتي برده الميكانيزم اهوت. انا موجود عندنا هنا دوت صود حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. لو انا موجود عندنا في الحاله دي سيل ممبرين اهوت وموجود عندي حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. يعني ايه صوديوم بوتاسيوم بامب؟ احنا شفنا من مده شويه ان الصوديوم والبوتاسيوم المفروض يحصل لهم يعني عمليه ايكويفالنس، ولكن في هنا صوديوم بوتاسيوم بامب بتبقى موجوده لحالات الطوارئ، يعني حصل عمليه ديفكت في الترانسميشن بتاع الصوديوم او البوتاسيوم هي بتبدا تشتغل. بيبقى موجود عندنا اي تي بيز. الاي تي بيز اللي موجود عندنا ده بيحصل اديهيرنس مع الصوديوم بوتاسيوم بامب، هنا يمسك صوديوم يطلعه بره ويدخل لي بداله بوتاسيوم. هنشوف دلوقتي برضه نفس الموضوع هنا، يبقى هنا بيطلع لي صوديوم بيدخل لي بوتاسيوم اهو زي ما احنا شايفين. دي بالنسبه الفانكشن الخاصه بحاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب بصفه عامه يعني. يبقى معنى كده الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل بالاي تي بيز، بتطلع لي صوديوم وتدخل لي بوتاسيوم. ليه؟ عشان تعمل نيوتراليزيشن للبوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج او كميه الصوديوم وكميه البوتاسيوم وقت ما تحتاج. طب هو المفروض برضو عشان نكون عارفين بيشتغل ازاي الباليتوكسن. ده الباليتوكسن بيشتغل الحاجه الاولانيه على زي ما احنا شايفين، هنفترض ان دي تعتبر الممبرين بتاع اي سيل، نيورون سيل او هارت سيل او هارت ماسلز بصفه عامه. يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا ببص هنا ده الفوسفو باي ليبيد بلاير، بيبقى موجود عندنا هنا الصوديوم بوتاسيوم بامب الاي تي بيز يطلع لي بره صوديوم ويدخل لي مكانه بوتاسيوم. طب الصوديوم هنا لما يدخل بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين، او الصوديوم لما يخرج والبوتاسيوم لما يطلع، ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي موجود عندنا طبعا الحاجه الاولانيه كميه الصوديوم اللي كانت بتطلع بره لا ده بقت جوه، يبقى كميه الصوديوم هتبدا تزيد. تبدا تزيد يبقى مؤكد هيبدا يحصل كونتراكتابيلتي هنا للماسلز. عشان نكون عارفين الصوديوم بيزود الكونتراكتابيلتي، البوتاسيوم بيقلل الكونتراكتابيلتي. يبقى هنا كميه الصوديوم انا احتفظت بيها جوه السيل يبقى هيبدا يزيد الكونتراكتابيلتي. دي الحاجه الاولانيه يا جماعه. يبقى معنى كده ان هنا لو حاجه بتشتغل على الاي تي بيز وبتعمل له انهبيشن يبقى هتزود الكونتراكتابيلتي، وده اللي بيحصل في الدايجوكسن. الدايجوكسن كان
بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، بيزود لي كميه الصوديوم في الداخل، بيقلل لي كميه البوتاسيوم في الخارج، يبقى مؤكد في الحاله دي انا موجود عندنا هي كميه صوديوم زادت، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا موجود عندنا كونتراكتابيلتي للهارت ماسلز. طيب ده مش كده كمان، ده مش بيشتغل بالميكانيزم ده، ولا بيشتغل بميكانيزم تاني كمان. يبقى كميه الصوديوم زادت دي الحاجه الاولانيه، ده هنا هيزود لي حاجه اسمها اصلا الكالسيوم انفلكس، يزود لي كميه الكالسيوم اللي داخله جوه السيلز، زود لي كميه الكالسيوم اللي داخله جوه السيلز، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان نفس الموضوع هنا بيزود لي الكونتراكتابيلتي الخاصه بالهارت ماسلز، يبقى معنى كده ان هو يعتبر كارديو تونيك زي الدايجوكسين بالظبط. يبقى الباليتوكسين بيشتغل بنفس الميكانيزم الخاص بالدايجوكسين، بيعمل لي انهيبيشن للبوتاسيوم صوديوم اي تي بيز، وبيعمل لي انكريزمنت للكالسيوم انفلكس جوه السيلز اللي موجود عندنا، وبالتالي بيزود الكونتراكتابيلتي، يبقى معنى كده ان هو كارديو تونيك. هو كان الامريكان قبل ما يكتشفوا ان الميكانيزم دبل، يعني معنى كده ان هو بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز والحاجه الثانيه بيزود الكالسيوم، لا هما كانوا في الاول خالص اكتشفوا ان هو بيعمل انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وبالتالي بيزود لي كميه الصوديوم جوه السيلز. فجم قالوا ايه، طب ما احنا ممكن في ديزيز موجود عندنا اللي هو بيسموه سندروم اوف امبروبر انتي دايوريتيك هرمون سكريشن، يعني معنى كده ان الانتي دايوريتيك هرمون بيفرز بكميه كبيره جدا، وبالتالي بيفرز بكميه كبيره جدا، يبقى معنى كده ان هو بيمنع عمليه اليورينيشن. بس بيمنع عمليه اليورينيشن ازاي؟ بيمنع اللوس اوف ووتر، يبقى معنى كده ان هو بيساعد الجسم ان هو يحتفظ بووتر بس ما بيحتفظش بالمينرالز ومنهم الصوديوم طبعا. يبقى معنى كده ان الشخص اللي موجود عنده الاس اي اي دي اتش او السندروم اوف امبروبر انتي دايوريتيك هرمون سكريشن بيبقى موجود عنده هايبوناتريميا. طب لو انا جيت هنا، جيت الشخص دوت اديته الحاجه الاولانيه نورمال سلاين انترافينس، واديته ادجاست دوز من الباليتوكسين، يبقى مؤكد في الحاله دي الباليتوكسين اللي موجود عندنا هيبدا يحتفظ لي بكميه الصوديوم اللي موجود عندنا جوه السيلز، وبالتالي مش هيحصل عمليه هايبوناتريمي، هيزود لي كميه الصوديوم اللي موجوده عندي في البلد طبعا بصفه عامه. ولكن بعد كده لقوا ان هو بيأثر على الكالسيوم شانلز كمان، يبقى معنى كده ان هو كارديوتونيك، فوقفوا الكلينيكال ترايلز ديت. دي بالنسبه لاول حاجه موجوده عندنا الباليتوكسين، قلنا هو جاي منين، والامريكان واليابانيين اكتشفوه في نفس الوقت، والميكانيزم بتاعه بيشتغل ازاي، وقلنا ان هو ممكن يستخدم النهارده كسبستيتيوت للدايجوكسين لانه يعتبر سترونج كارديوتونيك كومباوند. بنيجي بالنسبه لتاني حاجه موجوده عندنا اللي هو التترودوتوكسين. التترودوتوكسين احنا قلنا المرة اللي فاتت لو احنا فاكرين ان هو عبارة عن بولي ايثر كومباوند ومعاه جوانيدين جروب. البولي ايثر من الكاركترز بتاعتها جنرالي كده هي والبولي فينولز ان هما بيبقوا لهم اكتيفيتي على الصوديوم شانل كبلوكرز. ده الجوانيدين جروب كمان من الكاركترز بتاعتها ان هي صوديوم شانل بلوكر، بمعنى كده ان انا موجود عندي كومباوند فيه بولي ايثر في جوانيدين، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان هو يحصل سينرجيزم ويبقى فيري سترونج صوديوم شانل بلوكر. طيب هو الصوديوم شانل بلوكر ده يهمنا بايه؟ هنتكلم عليها بعد شويه، هنشوف دلوقتي. ادي التترودوتوكسين، والتترودوتوكسين هنا بيمثل لي مثال، هنا موجود الكلام اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان انا موجود عندنا هنا صوديوم، الموجود عندنا هنا الصوديوم شانل، صوديوم شانل موجود عندنا فيها ريسبتور وفي ليجند. الليجند اللي هو الكومباوند اللي موجود عندنا، الكومباوند اللي موجود عندي دوت يا اما يفتح للشانل يا اما يقفلها. يفتح للشانل يبقى بنسميه بيزود الصوديوم انفلكس، يقفل للشانل يبقى بنسميه صوديوم شانل بلوكر عشان نكون عارفين. هل بيفرق الاثنين في الفسيولوجيكال اكشن؟ اه طبعا هنشوف بعد شويه. يبقى هنا مؤكد في الحاله ديت ان انا لو هنا الليجند كان هيقفل لي الصوديوم شانل يبقى ده هسميه صوديوم شانل بلوكر. طب هيزود لي الصوديوم انترانس اللي موجود عندنا ده هنسميه انفلكس، او صوديوم بيزود الصوديوم انفلكس اللي موجود عندنا. ده بالنسبه عشان نبقى فاهمين ان هنا الصوديوم انفلكس طبعا هيعمل سبازمز، لو دخل كميه صوديوم كتير هيعمل مغص وهيعمل تقلصات. طب لو هنا كان في صوديوم شانل يبقى معنى كده مش هيحصل الكلام ده، بالعكس هيحصل لوكال انستيزيا،
لو حصلت صوديوم شانل بلوكينج اكتيفيتي يعني. لو جينا بصينا بالنسبه لي هنا بيمنع دخول الصوديوم زي ما قلنا من مده شويه، وبالتالي يعتبر من الحاجات اللي هي الصوديوم شانل بلوكرز. صوديوم شانل بلوكر يبقى مؤكد في الحاله دي ان هو يستخدم لوكال انستيتيك، مفيش اصلا بولاريزيشن ودي بولاريزيشن بالنسبه للنيرفز، يبقى حصل استابيلايزيشن، مفيش اي احساس بالالم. الكومباوند اللي هو تترودو توكسين اللي موجود عندنا دوت، ده لقوه ان هو بين كيلر مور اكتف زان المورفين 3000 تايمز. عشان كده النهارده شركه اسمها ويلكس في كندا دي طلعت الكومباوند اللي موجود عندنا دوت وسمته هالنيورون، وموجود كفايرز النهارده او انجكشن، وخلاص هيبدا يتوزع في الصيدليات. يبقى معنى كده ان هو ممكن يستخدم للناس اللي عندها كانسر كرونيك بين، ممكن كاكزامبل البون كانسر مثلا. طب التترودو توكسين الاسم بتاعه جه منين؟ هو المفروض ان هو اتفصل في الاول خالص من نوع من انواع الفيش بيسموها بافر فيش، او بيسموها السمكه البالونه او السمكه الارنب. السمكه الارنب المفروض لو انا فتحت الفم بتاعها هلاقي فيه اربع اسنان موجودين بالشكل دوت، بيسموهم تترا اودونتي فورمز. تترا يعني اربعه، اودونتي جاي من دنتال او دنتس يعني اسنان، فورمز شكل. يبقى معنى كده هنا التترودو توكسين او الاسم بتاع التترودو توكسين ده جاي اصلا من الاسم اللي هو التترا او اربعه اودونتي اسنان فورمز شكل. المفروض عشان نكون عارفين برضو يا جماعه ان الترو بروديوسر الخاص بالتترودو توكسين مش هي البافر فيش. البافر فيش لا، وفيها فعلا ان هي بينمو عليها نوع من انواع الميكروبس على الجلز بتاعتها وعلى الليفر بتاعها وعلى الجي اي تي بتاعتها وعلى السكن. لقوا ان في نوع من انواع الميكروبس هو اللي بيفرز التترودو توكسين ده، مش لقوه بس في البفر فيش، بعد كده لقوه في الاكتوباسز، ولقوه كمان في نوع من انواع السلامندرز او انواع السحالي يعني. لدرجه ان في اربعه كانوا قاعدين بيشربوا شاي، وكان في نوع من انواع السلامندرز او السحالي كان موجود في قلب الكتل او البراد الشاي، غالوا الميه وعملوا شاي وشربوا الشاي، لقوهم الاربعه ميتين. يبقى معنى كده ان الترو بروديوسر للتترودو توكسين مش هو البافر فيش، ولكن نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده عندنا. بيشتغل ازاي؟ احنا قلنا من مده شويه ان هو بيشتغل كصوديوم تشانل بلوكر بصفه عامه. طيب لو جينا بعد كده بالنسبه لحاجه تانية نتكلم عليها النهارده اللي هي الجيلي فيش توكسينز او سم قنديل البحر. ثم قنديل البحر يعني عشان نكون عارفين، هو قنديل البحر لما انا بنزل البحر او اي ولد صغير او بنت صغيره هبص الاقي موجود عندنا، ممكن ابص الاقي الجيلي فيش اول ما بيبقى ان كونتاكت مع السكن الخاص بيا بيعمل انجكشن لنوع من انواع البولي بيبتايدز، هو ميكشر من بولي بيبتايدز بس المين كومبوننت فيهم هو عباره عن بولي بيبتايد بيتكون من 47 امينو اسيد. دي لما بتدخل الجسم الحاجه الاولانيه فورين بولي بيبتايد دخلت جوه جسمي، يبقى معنى كده ان هيحصل انرجي. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا دي هي مش كمان بتشتغل بحاجه ثانيه، يعني المفروض انها بتشتغل بانها بتزود البوتاسيوم انفلكس جوه السيلز اللي موجوده عندي في السكن. يبقى مؤكد في الحاله دي البوتاسيوم زاد بكميه كبيره جدا جوه السيلز، يبقى الحاجه الاولانيه بيحصل اوديما بيبدا يحاول يلم ميه بقى كمان. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا فيه بيبقى فيه سيفير بيرنينج سنسيشن او انتنس بين او الم شديد جدا بيبقى موجود عندنا، لان هنا البوتاسيوم زاد جوه النيورونز وجوه التيشوز بصفه عامه، فبالتالي هيبدا يحصل زي ما احنا عارفين بولاريزيشن دي بولاريزيشن. يبقى مؤكد ان انا موجود عندنا هنا في الحاله دي في الم شديد جدا او كهربيه وصلت للنيرفز. هنشوف في فيديو بسيط بس نشوف فيه الجيلي فيش ازاي بيعمل انجكشن للتوكسينز بتاعته. هنا في شخص بيعوم، موجود عندنا جيلي فيش، الجيلي فيش اللي موجود عندي دوت يعني لحد ما فيش حاجة ان كونتاكت معاه فخلاص مش هيعمل حاجة. لو انا لمسته من فوق مفيش حاجة برضو، بيسموها ميزوجيليا الجزء اللي فوق. لما اجي بقى
المس الاجزاء اللي تحت، ده في كذا حاجه موجوده عندنا هنا. هبص الاقي موجود عندنا في حاجه اسمها نيماتوسيس. النيماتوسيس اللي موجود عندنا دي حاجات بتبقى سنسيتيف للكونتاكتنس، اول ما يلمس جلدي بيبدا يفتح قناه ويطلع حاجه مثل السرنجه كده ويحقن بيها البوليبيبتايدز بتاعته جوه الجلد بتاعي. هنشوفها حقن البوليبيبتايدز، هيبدا يحصل راشز، هيبدا يحصل اريتيشن، هيبدا يحصل بيرنينج سنسيشن، هيبدا يحصل اوديما، لان البوتاسيوم بدا يزيد جوه السيلز فبيجمع ميه فبيحصل اوديما وبيحصل اصلا بيرنينج سنسيشن لانه بيغير الالكتريستي اللي موجوده على النيورون ميمبرينز بصفه عامه. اهو حصل كونتاكت بتوين الجيلي فيش واي اورجان تاني او اي تيشوز تانيه، مثلا على سبيل المثال رجلي، ايدي، اي حاجه، بيبدا يعمل انجكشن زي ما احنا شايفين البولي بيبتايدز. بلاقوا ان سرعه الانجكشن ديت تقريبا حوالي 60 كيلو في الدقيقه، يعني سرعه سريعه جدا. طبعا هيبدا يحصل راشز اهو زي ما احنا شايفين، بيرنينج سنسيشن، الكلام اللي احنا عارفينه ده جوه كله. طيب يبقى معنى كده هنا دلوقتي زود البوتاسيوم انفلكس، هل انا ممكن اعالج الموضوع ده ازاي؟ اعالج الموضوع ده الحاجه الاولانيه ان انا ادي زنك اسيتيت سوليوشن. الزنك من الكاركترز بتاعته ان هو من الحاجات اللي بتقلل البوتاسيوم انفلكس، او بالعربي كده يعتبر بوتاسيوم تشانل بلوكر. الحاجه الثانيه يبقى معنى كده ان البوتاسيوم مش هيبدا يدخل مره ثانيه جوه النيورونز. الحاجه الثانيه الاسيتيت اللي موجوده عندنا بتبدا تكسر البولي بيبتايدز اللي موجوده وبتحولها لامينو اسيدز، ما بتبقاش اكتف. طيب احنا شفنا دلوقتي ان الجيلي فيش توكسينز اللي هي البولي بيبتايدز اللي موجوده عندنا من الكاركترز بتاعتها انها بتزود البوتاسيوم انفلكس جوه السيلز. احنا كنا فاكرين في الفارما زمان كان في نوع من انواع الديزيزز اللي هو في الكارديوفاسكولار سيستم اسمه كاردياك اريثميا، يعني بقى الهارت بالعربي كده بينبض بسرعه شديده جدا، ده بالاضافه لانه في نفس الوقت مش افكتيف، يعني البي الهارت بيتس مش افكتيف او مش الافشنسي بتاعها ضعيف جدا. طيب هل انا ممكن اقلل الهارت فلاتر او الاريزميا ديت؟ اه ممكن. كنا في كذا طريقه من طرق التريتمنتس، ممكن ان انا بدي انتي ادرينرجيك دراج، ده الحاجه الثانيه. انا كنت ممكن كمان ازود البوتاسيوم جوه السيلز، لان انا عارف ان البوتاسيوم من الكاركترز بتاعته ان هو بيقلل الكونتراكتابيلتي ويقلل الهارت ريت كمان في نفس الوقت. يبقى انا لو استطعت ان انا ادخل البوتاسيوم جوه الهارت ماسلز يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا بعالج الاريزميا، وده انا ممكن اعمله في حالات الامرجنسي بتاعه الاريزميا، ان انا ممكن ادي البولي بيبتايد ديت انترا كاردياك، زي ما بنحقن مثلا على سبيل المثال في حالات الادرينالين والحاجات ديت، في حالات السيفير هارت فيلير يبقى انا بحاول اعالج الموضوع دوت. بنيجي بالنسبه للحاجه اللي بعد كده، توكسين من التوكسينز اللي بعد كده اسمه بريف توكسين. البريف توكسين دوت سنه 1981 جم مجموعه من الامريكان على شاطئ كاليفورنيا وبرضه مجموعه من اليابانيين لقوا ان موجود عندنا ناس لما بياكلوا حاجه اسمها الشيل فيش اللي هي بيسموها اصداف، انواع من انواع الاصداف اللي هي زي مثلا الام الخلول عندنا في مصر، لما ناس بتاكلها بدا يحصل لهم بويزنينج. بيحصل الحاجه الاولانيه جاسترونتستاينال، الجاسترونتستاينال جي اي تي، هنا بيحصل اصلا الحاجه الاولانيه دايريا، بيحصل سبازمز. الحاجه الثانيه بيحصل ريسبيراتوري سبازمز، بيحصل ريسبيراتوري كولابس، وبيحصل كاردياك اريست كمان في نفس الوقت، وبيحصل ديث في الاخر خالص. جم اليابانيين والامريكان اكتشفوا الكومباوند ده في نفس السنه، وهما الاثنين يعني هلاقي فيه موجود عندي في الجورنال في امريكان كيميكال سوسايتي، الامريكان كاتبين ان هما فصلوا الكومباوند دوت ونشروه بالاستراكشر بتاعه، اليابانيين فصلوا الكومباوند ونشروه برده سنه 1981. هو هل الكومباوند اللي موجود عندي اللي هو البريف توكسين اللي هو البولي ايثر كومباوند دوت جاي فعلا من الشيل فيش؟ هما لما جم يفصلوا الجين كلاستر المسؤول عن البايو سينسز بتاع البريف توكسين ما لقوش حاجه في الشيل فيش، عشان كده بداوا يعملوا مايكروبيال كالشرنج وبيبصوا تحت الميكروسكوب لقوا ان موجود عندنا نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز هي اللي بتنمو على
الشيل فيش، وهي دي ترو بروديوسر الخاص بالبريف توكسن. الاسم بتاعها ايه احنا ما بنحفظش ولا جينس ولا سبيشيز، بس بنبقى فاهمين عشان نبقى عارفين الاسم جاي منين. لقوا ان في داينو فلاجليت، داينو داي جايه من اتنين، لانها بيبقى فيه اتنين فلاجلي. هنا بيبقى موجود عندنا جيمنو داينيام بريف. جيمنو جاي من كلمه لاتينيه اسمها كومبرايز او انكلود. لو احنا فاكرين في السنه الاولى في البلانت تاكسونومي كان في حاجه اسمها جيمنو سبيرمز، يعني معنى كده ان الكوتوليدون انكلودد في وسط سيد كوت. لو احنا فاكرين الكلام ده مش مشكله يعني. جيمنو يبقى كومبرايز اور انكلود، داي يبقى اتنين موجود عندنا. لان انا لو بصيت هنا بص الاقي الجسم بتاع المايكرو اورجانيزم ده بيتكون من جزئين. نيم لو انا بصيت بالنسبه هنا هبص الاقي موجود عندنا الديفينيشن بتاعها ان هو بيبقى حاجه غير مرئيه، او بيسموه فايتو بلانكتن ليفز او ليفن ووتر كان نوت بي سي بات باي مايكروسكوب، ما اقدرش اشوفهم الا بالميكروسكوب. ده الديفينيشن بتاعها. بريفي يعني شورت او سمول، جاي من جاي من كلمه بريف. يبقى معنى كده ان هو بريف يبقى مؤكد ان انا ما بقدرش اشوفه لانه صغير، عشان كده سموه بريف توكسن لانه جاي من الحاجه اللي موجوده عندي اللي هي تعتبر بريف. لو انا بصيت بالنسبه هنا للميكانيزم بتاعه هشوف بيشتغل ازاي. هنا دي الصوديوم تشانل، هبص الاقي من الكاركترز بتاعته ان هو بيزود لي اصلا الانفلكس او الانترانس بتاعت الصوديوم جوه السيل ممبرين، يبقى جوه السيل يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا هنا هيحصل كونتراكتابيلتي، هيحصل ريسبيراتوري سبازم، هيحصل اصلا الهارت هيبقى في بين في الهارت، وممكن يحصل كارديك اريست في الاخر. ده الميكانيزم بتاعه. يبقى معنى كده ان هو بيزود لي الصوديوم انفلكس. طيب هنا صوديوم انفلكس زي ما احنا شايفين اهو، يبقى مؤكد ان انا ممكن استخدمه احسن من الباليتوكسن في الاس اي اي دي اتش اللي هو سندروم اوف امبروبر انتي دايوريتيك هرمون سكريشن اللي هو الهايبوناتريميا. يبقى مؤكد ان انا موجود عندنا هنا كميه الصوديوم عند الشخص دوت بتبدا تقل، لان الانتي دايوريتيك هرمون بيحتفظ بالميه ولا يؤثر على الصوديوم، ملوش دعوه بيه. يبقى مؤكد ان الشخص ده منتفخ وفي نفس الوقت عنده كميه صوديوم قليله. طب لو انا اديته نورمال سلاين واديته البريف توكسين بس بادجاست دوز، يبقى مؤكد ان انا بعادل مره ثانيه كميه الصوديوم اللي كانت خرجت من السيلز، فبدخل كميه صوديوم وبالتالي بعالج الهايبوناتريميا بصفه عامه. وده بيبقى ناتج كمان بينتج عنه حاجه اسمها السايتس او عمليه الاستسقاء. احنا شرحنا الميكانيزم الخاص هنا، ابص الاقي موجود عندنا طبعا ده بيأثر لي على الصوديوم بوتاسيوم بامب، الكلام ده احنا قلناه قبل كده. لو جينا بصينا بالنسبة للحاجة اللي موجودة عندي اللي هي السيجواتوكسين، السيجواتوكسين جاي من جزيرة اسمها جزيرة سيجواترا موجودة في اليابان، واليابانيين هم اللي اكتشفوا الكومباوند دوت، ده اسمه سيجواتوكسين. وهلاقي الاستراكشر الخاص بيه إلى حد كبير جدا نفس الاستراكشر الخاص بالبريف توكسين، ولكن في موديفيكيشن في السايد تشينز. جم اليابانيين فصلوا الكومباوند دوت، هو عبارة عن بولي إيثر، واتفصل سنة 1989. فصلوه من حاجه اسمها موراي ايل او بيسموه الثعبان المختبئ، لان هو من الكاركترز بتاعته ان هو مستخبي طول اليوم ولا يظهر الا راسه من وسط السبونجز، من وسط المارين كريتشرز بصفه عامه، فسموه الثعبان المختبئ موراي ايل. بعد كده لقوا ان مش الموراي ايل هو الترو بروديوسر، لان ما لقوش الجين كلاستر الخاص بالبايوسنس بتاع الكومباوند دوت في التشوز بتاعت الموراي ايل، ولكن لقوا ان في نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز بتعيش ان سيمبايوزس على الموراي ايل، هي دي اللي بتنتج الكومباوند دوت. دي سموها جامبر ديسكاس توكسكاس. انا ما بحفظش ولا جينس ولا سبيشيز، ولكن جامبر جاي من جزيره اسمها جامبر في اليابان. ديسكاس لان هو بيبقى ديسكويد فورم او عامل زي القرص كده. توكسكس لانه سام طبعا زي ما احنا عارفين.
السيكوتوكسين من الكاركترز بتاعته هو انه بيشتغل بنفس الميكانيزم اللي موجود عندنا، ان هو بيزود الصوديوم انفلكس طبعا، وشوفناه لمده شويه هنا. ده الترو بروديوسر اللي موجود عندنا يا جماعه، ديت اللي هي الجامبر ديسكس، وشكلها زي ما احنا شايفين ديسك او ديسكويد، ده الشكل بتاعها يعني من جنب، انما لو بصينا عليها من جنب تاني ممكن نشوفها بشكل تاني، بس هي بتبقى مينلي ديسكويد زي ما احنا شايفين كده. بنيجي بالنسبه لاخر حاجه موجوده عندنا اللي هو المايتوتوكسين. المايتوتوكسين برضو ده كومباوند من الكومباوند، فصل سنه 1982، وده بولي ايثر كومباوند، وده هايست مولوكيولار ويت توكسين اتعرف لحد دلوقتي، واخدوا 17 سنه عشان يتعرفوا على الاستراكشر بتاعه. ومجموعه من العلماء اليابانيين هم اللي فصلوه وتعرفوا عليه. طبعا النهارده انا ممكن بسهوله جدا لو انا جبت الكومباوند ككريستالز وحطيته في الاكس راي ممكن اتعرف على الاستراكشر، وما كنتش اضيع ال 17 سنه، بس هو كان لسه الاكس راي ما استخدمش في الاستراكشر الوسيديشن يعني. وده الكلام ده هنتكلم عليه بعد كده في الترم الثاني ان شاء الله، في الاستراكشر الوسيديشن وفي ناتشرال كومباوندز او ناتشرال برودكتس بصفه عامه. المايتوتوكسين فصلوه من نوع من انواع الفيش سموها مايتو فيش، ده لما حد بياكلها بيحصل له انتوكسيكيشن، بيبص يلاقي فيه كاردك ارست وسبازمز في كل الماسلز اللي موجوده عندنا، سواء السموث ماسلز او السكيليتال ماسلز زي مثلا الهارت ماسل والريسبيراتوري ماسلز بصفه عامه. لقوا ان بيحصل ايه؟ لقوا ان الكومباوند اللي موجود عندنا ده بيزود الكالسيوم انفلكس. يعني ايه بيزود الكالسيوم انفلكس؟ احنا شرحنا من مده شويه ان انا كان موجود عندنا هنا ادي السيل ممبرين او نيورو ممبرين، حتى موجود عندنا هنا في حاجه اسمها كالسيوم تشانل. كالسيوم تشانل موجود فيها ريسبتور هنا، الريسبتور اللي موجود عندنا دوت بيدخل عليه ليجند. الليجند اللي موجود عندنا يا اما يعمل يفتح الكالسيوم تشانل وهنسميه اصلا كالسيوم تشانل اكتيفيتور او بيزود الكالسيوم انفلكس، يا اما الحاجه الثانيه زي ما احنا شايفين كده يا اما بيقفلوه يسموه كالسيوم تشانل بروكر. لقوا ان الكومباوند اللي موجود عندنا هنا في الحاله ديت اللي هو المايتوتوكسين من الكاركترز بتاعته ان هو بيزود لي الانترانس او الانفلكس بتاعت الكالسيوم جوه السيلز، وبالتالي لو هو موجود عندنا السيلز دي موجوده في البلاد فيسلز يبقى هو يبقى فازو كونستريكتور، لان انا عارف ان الكالسيوم من الكاركترز بتاعته انه بيبقى كونستريكتور او بيزود الكونتراكتابيلتي. ده لو هنا الكالسيوم اللي موجود عندنا الشانلز ديت ودخل كالسيوم بكميه كبيره حصل كالسيوم انفلكس في الهارت ماسلز، يبقى مؤكد هيزود الايه كونتراكتابيلتي بتاعت الهارت، يبقى كارديوتونيك. بمعنى كده ان هنا ممكن المايتوتوكسين من الكاركترز بتاعته ان هو ممكن يستخدم في الناس اللي عندها سيفير هايبوتنشن كفازو كونستريكتور، او ممكن يستخدم للناس اللي عندها سيفير هارت فيلير ممكن يستخدم ككارديوتونيك. طبعا من الحاجات اللي موجوده عندنا السيجواتوكسين كمان ممكن يستخدم هو والبريف توكسين في حالات الايه السندروم اوف امبروبر انتي دايوريتيك هرمون سكريشن اللي هو الهايبوناتريميا، لانه بيزود الايه الصوديوم وبيعمل حاجه اسمها صوديوم انفلكس، فبيزود الصوديوم جوه السيلز يبقى بيعالج الهايبوناتريميا. شكرا.